صباح الخير مشاهدينا، هيدا النهار يلي قلنا 365 نهار ناطرينه، آخر نهار بال 2020. كلنا قد ما هيدي السنة كانت متعبة، كلنا قد ما هيدي السنة كان فيها هموم، كلنا قد ما هيدي السنة كانت استثنائية، ناطرين على حتى تخلص لنبدأ صفحة جديدة، لنطوي هالصفحة ونقول بلشنا سنة جديدة، على أمل أنه نكون عم نطوي هيدي الصفحة البشعة يلي ألمت بكل واحد منا هالسنة. كل واحد همه على قده، كل واحد مصيبته على قده مثل ما بيقولوا، ولكن بيبقى الاحترام، بيبقى الإجلال لكل شخص وقع ضحية الأهمال، وقع ضحية المرض، وقع ضحية الوجع، الموت. كل واحد اتأذى على طريقته بهيدي السنة. إن شاء الله منختم لحتى نبدأ سنة كلها خير على الجميع يا رب. حلقة بآخر نهار من العام 2020 بتشاركة أنا وأحلى زميلة فيها. صباح الخير. صباح الخير لإلك شادي. 15 ساعة 5 دقايق وثانيتين كاونت داون عم نعدن لتخلص 2020. يعني خلص تعبنا، يعني سنة حملت بطياتها كل معاني التعب والقهر والظلم والموت والغضب، يعني كل هيدي المعاني اللي موجودة بعام 2020 يعني بدنا نخلص منها، بدنا نودعها اليوم الليلة، بدنا نقول باي باي لكل شيء بشع بحياتنا، وأهلا وسهلا لكل شيء مليان بالحب بالسعادة بالتفاؤل يلي يوم بعد يوم عم نقول إنه إيه لازم نكون متفائلين، ولازم يكون في عنا هيدا الأمل حتى نكفي، لأنه لولا فسحة الأمل ما رح نقدر نكفي بحياة يمكن نحن نطمح لها كشباب. صحيح. إنه تكون هالقد مليانة بالطاقة الإيجابية يلي لطالما فتشنا عليها بهالبلد. إن شاء الله بال 2021 هالرقم واحد اللي عم بينضاف على هالسنة يكون فعلا إضافة خيرة للبنان ولشعبه، يعمل فرق، يعمل فرق أهم شيء. وعلى كل حال هيدا الرجاء، هيدا الإيمان، هيدا هيدا الصلاة يلي عم تحكي فيها، نحن تابعناك بليلة عيد الميلاد وكان كلام أكثر من رائع بإطار هيدا الموضوع، لأنه هي الولادة يلي حكيتوا عنها بهالحلقة الاستثنائية وكنت منورة فيها الشاشة على كل حال. أنا ما صار لك مبروك، فعبالك مبروك على الهواء على الحلقة. بهيدي الروحية بدنا نشتغل لحتى نقدر نطلع من هالفترة البشعة، نطوي صفحة ونقول لل 2021 نحن إيجابيين. صح. ونحن ما بدنا إلا كل خير. صح. منك وكل إنسانية 100% شادي. يعني وكمان بدي نوه نقطة كتير مهمة، أنه يمكن الليلة نكون مجتمعين على طاولتنا، يمكن في شخص ناقص على الطاولة كان معنا سنة الماضية وهالسنة منه موجود، يعني بعرف هيدي غصة بقلوب الكتار ودمعة يمكن بعيون الكتار رح تكون موجودة الليلة، ولكن رغم كل شيء في كتير عم بيقولوا لنا أنه إلكم نفس تجتمعوا. بعتقد العيد هو الحب، ولما يكون في حب بكل شيء بنعرف نعطي وما بنمشي وبننجر وراء المآسي وراء الصعاب. بعرف انه رح يضل الاسى بالقلب والحزن بالقلب ما رح يروح، ولكن حلو نذكرهم الليله هيك ونقول كاسكن، مش غلط انه نقول كاس الشخص اللي راح. بعرف انه كثير محزونين الليله وكثار كمان يمكن ما قادرين يكونوا مجتمعين على الطاوله مثل ما غيرهم رح يكون مجتمع، لانه يمكن ما في لقمه ياكلوها او ما قادرين يكفوا حياتهم اليوميه حتى يامنوا لقمه عيشهم وخبزهم اليومي. صحيح. ولكن نحن رح نفكر فيهم ونصلي لهم. وكمان بالليله شادي انت وزملائي ايفلينا وبشاره مارون رح تكونوا بسهره ولا اروع عبر شاشه تلفزيون لبنان، رح نترافق معكم لليله. خبرني مين رح يكون في معكم نشوف يعني، وهل في توقعات ايجابيه انتم كنتوا يعني ضمن الحلقه؟ هلا ما شيء ايجابي 2021 بس يلي بوعده انه اول شيء باسم كل تلفزيون لبنان، كل شخص، كل الاقسام، يعني هيدي معايده وبطاقه معايده منا لكل الناس حتى نتشارك معهم هيدي القعده بالبيت. كل شخص اشتغل من قلبه، كل واحد حط من حاله لحتى اقله نفوت ابتسامه وفرح، هي أول شغلة. والسهرة الليلة ابتداء من الساعة 8 بدوروا تلفزيون لبنان وبتسهروا نحن وياكم، بنعدكم بسهرة روعة. انتوا رح تبلشوا كاونت داون من الساعة 8، حبلشنا من هلا. نحن مبلشين من هلا، بلشناها من الصبح. توقعات مع جمانة وهبية اللي كانت معي ومعك سنة الماضية كمان، حكيت بكتير أمور كتير منا حصل السنة الماضية والسنة كمان مع زميل بشارة، هيك عملوا راوند اب على كل هالأمور يلي صارت، حكيوا أبراج وحكي التوقعات كمان، في أشياء صادمة، في أشياء في الإيجابي وفي سلبي. بدي شغلة واحدة إيجابية شادي، ما بدنا بقى نصدم العالم. شغلة واحدة شو قالت؟ شغلة واحدة إيجابية إنه نحن قادمين على مرحلة حلحلة، خليني أقول بس يعني
بس أي متى وكيف ما في تفاصيل، ولكن هيدا بينطلق من هاي الإيجابية اللي عم نحكي فيها. على كل حال قبل ما نتابع، لأنه في ضيوف فنانين سياسيين هلأ كمان رح نحكي فيهم، خلينا نتشارك مع المشاهدين بمقتطفات من شو جمانة قالت سنة الماضية، الأشياء اللي صارت، الأشياء اللي حصلت وذكرتها معنا أنا وياك بسهرة رأس السنة السنة الماضية. هات لنشوف سوا. شادي انت الفنان يعني انا حاولت اتماشى مع الاجواء مش اكثر لنعمل جو حلو. السهره الليله ابتداء من الساعه 8 لكن 8 المساء بتوقيت بيروت، سهره راس السنه عبر شاشه تلفزيون لبنان سوا، بنودع 2020 وبنستقبل 2021. هون اكيد تحيه لكل فريق العمل يلي اشتغل، الكل الكل من دون اي استثناء، ولازم الاقي يلي تشارك تقديم الحلقه معهم شاره مارون ايفلينا مهاوس. بدي اقول شغله كثير مهمه لكل الاشخاص اللي سهرانين برات بيوتهم الليله، ينتبهوا ويتوقوا ويلتزموا بالقرار يلي صادر، يلي هو انه لازم ناخذ احتياطاتنا خاصه اذا سهرانين برات البيت، الكمامه على طول تكون موجوده، ويكون في سوشيال ديستانسينج بيننا وبين الاشخاص اللي قاعدين على طاوله مقابلنا، وحتى ببيوتنا كمان نكون ملتزمين. وانتبهوا لنقطه كثير مهمه، لما ترجعوا من عشيه على بيوتكم تذكروا انه دائما في شخص ناطركم، في ام، في بي، في اخت، في خي ناطرينكم. ما تسرعوا من عشيه وما تشربوا وتسوقوا، ما عليه إذا بدكم تشربوا شربوا إيه، بس خدوا تاكسي ورجعوا على بيتكم. هيدي أهم نقطة ينتبهوا لليلة، لأنه ما بقى بدنا نسمع بمقاسي بهالبلد. صحيح، يعني نكون مسؤولين على كافة الأصعدة، لا سلامتنا لا أمننا ولا صحتنا كمان. على سيرة الصحة وعلى سيرة الأرقام المرتفعة كمان. سريعا يعني سجلت أرقام مرتفعة جدا مبارح، 2878 حالة، 22 من الوافدين، 2856 من المقيمين. لا تعليق، المسؤولية بإيدنا لحتى نمر هالمرحلة ونكون مسؤولين. ما رح علق أكثر على موضوع كورونا لأنه كتير الأرقام مرتفعة، وهذا يمكن يلي عاملين PCR صحيح، وهذا يلي غيرهم. ما عم نحكي عن الويف الثانية، ما عم نحكي عن اللي بعد مش طالع نتائج فحوصاتهم، يعني رجاء أن ننتبه. نعم، خلينا نعطي فكرة هيك سريعة عشان نطر المشاهدين بصبحيتنا لليوم بختام عام 2020 رح نودعها نحن وياهم لليوم. البداية رح تكون مع زينب مغنية وتوني خوري، هالفنانين يلي رح نحكي معهم عن كليب لأغنية جديدة بتحمل عنوان شوفونا. ايضا منتابع لحتى نكون مع دكتور غسان صليبي استاذ جامعي وباحث، وخاصه بعد مرور 5 سنوات على غياب المطران غريغوار حداد، اكيد بنستذكر معه رجل الاستثنائي. ايضا بضيوفنا لليوم دكتور فادي ميرزا اخصائي بالجراحه النسائيه والتوليد، حتى نشوف اذا فعلا المراه الحامل هي قادره انه تاخذ اللقاح ضد فيروس كورونا. ايضا نتابع، وبختام حلقتنا العلامه الشيخ محمد حسين الحاج بينضم لإلي، حلقه بنحكي بتفاصيل بمواضيع متنوعه، تابعونا من هلا وللساعه 11:15 تقريبا. اما البدايه رياضيه بامتياز، رح نروح للفتنس كوتش ثائر حسكور بنشاط بحيويه، بنختم هيدي السنه، منتابع سوا. من بعد ما اترفقنا مع الفتنس كوتش ثائر حسكور منتابع نحن وياكم أبديتس لنشوف طقس آخر نهار بسنة 2020 وكيف رح تبدأ هيدي السنة. مباشرة من مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي عباس عبيد، صباح الخير. ألو، أكيد فور جهوز الاتصال من جديد، رح نرجع نتوقف مع كل هيدي التفاصيل. أنا بذكركم مشاهدينا أنه دايما التواصل عم بيكون من خلال السوشيال ميديا، إن كان فيسبوك وإن كان تويتر. كمان بذكركم أنه سهرة رأس السنة الليلة رح تكون مباشرة على teleliban.com.lb، أكيد من خلال الفيسبوك بيج كمان، حتى كل الأشخاص اللي ما قادرين يتابعونا على التلفزيون وبحبوا انهم كمان يكونوا عم بتابعوا تفاصيل السهرة بيقدروا يحضروا اونلاين. كمان التواصل من خلال مورنينج شو دايما على تويتر انستغرام، اكيد عم بتشوفوا سيجمنتس كلها، كل الضيوف وكل اللقاءات عم ترجعوا تحضرون على البيج، وايضا من خلال حلقاتنا على teleliban.com.lb. عباس عبيد صباح الخير. صباح النور. هلا، يعني بداية اسمح لي أتمنى لك ختام سنة ومطلع سنة جديدة كلها خير، هابي نيو يير، ينعاد عليك. شكرا لكم كمان لجميع المشاهدين. شكرا شكرا. كيف رح نختم طقس هالسنة وكيف رح نبدأ بكرة، خبرني. الوضع العام هو طقس مستقر على مناطق الحوض الشرقي المتوسط،
اليوم وبكره ممكن نشهد بعض الرذاذ او الامطار الخفيفه خلال الفتره المسائيه بالمناطق الداخليه والجبليه. بالنسبه للغيوم رح يكون قليل الغيوم الى غائم جزئيا اليوم. درجات الحراره ما في تعديل يذكر عن امبارح. طبعا المناطق الجبليه والمرتفعات في تكون للضباب خاصه خلال الفتره المسائيه والصباحيه. بكره الوضع هو ذاته بالنسبه للغيوم، ممكن نشهد مثل ما حكينا شويه رزاز خلال الفتره المسائيه والمناطق الجبليه والداخليه. درجات الحراره بتنخفض بشكل بسيط بكره. السبت دون تعديل يذكر درجات الحراره ورح يكون قليل الغيوم لقائم جزئيا. والاحد رح ترتفع درجات الحراره بشكل بسيط عن يوم السبت. نعم، درجات الحراره لليوم اخر نهار من سنه 2020 كيف رح بالنسبه للمناطق الساحليه؟ بين 9 و 22 درجة كحد أقصى، بالمناطق الجبلية 6 إلى 16، وبالداخل بين 4 و 17 درجة. نعم، أما الرياح وحركة الموج والبحر هيك تفاصيل إضافية معك خبرني. بالنسبة للهواء عم يكون شمالي غربي إلى شمالي، سرعته بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة كحد أقصى. الرؤية جيدة إجمالا، الرطوبة النسبية على الساحل عم تتراوح بين 40 و 70%، البحر هادئ وحرارة سطح الماء 20 درجة. شكرا لك عباس عبيد على كل هالتفاصيل. بتمنى لك بداية سنة موفقة. هابي نيو يير مرة جديدة. شكرا لحضرتك. مشاهدينا منتابع نحن وياكم بصبحيتنا، منروح لفاصل فخليكن معنا لأنه بعدين منطلق بلقاءاتنا مباشرة من الاستوديو. بريك ومنتابع نوز هابينج، خليكن معنا. صباح الخير لكم مشاهدينا، انطلقنا بأولى فقراتنا الحوارية لختام عام 2020 من برنامج أحلى صباح. عم نودع نحن وياكم هالسنة هيك إن شاء الله بتكون هيدي المرحلة، هي مرحلة عم نكب فيها ورا ظهرنا كل شيء بشاتة نستقبل الأفضل والأحلى. بصبحيتنا لليوم رح نحكي أكثر خاصة بهيدي المرحلة قد مهم ننبذ الطائفية ونشتغل على مبدأ التعاون المشترك والحياة المشتركة ما بين الأشخاص بمجتمع فعلا صار مليان بغض، صار مليان حقد، صار بيميز بين شخص والتاني، بين دين والتاني. فاليوم لما بدنا نكون حد بعض ما لازم نطلع انت مين وانت شو، لشو لونك ولشو دينك. فكيف اذا كنا عم نجرب نوصل الرسالة الأسمى من خلال الفن، من خلال أغنية بتحمل عنوان شوفونا. عن جد شوفونا، هيدا العنوان يلي من خلاله لازم يكون نحن كلبنانيين عم نتمثل، نكون مثال للغرب وللعالم أجمع. شوفونا وتمثلوا فينا. رح نحكي أكثر عن هيدا الكليب يلي أبصر النور مؤخرا مع توني خوري وزينب مغنية يلي رح نحكي بتفاصيل هالعمل سوا. صباح الخير وأهلا وسهلا. صباح الخير، وإن شاء الله يا رب نهاية سنة واستقبال سنة سعيدة تكون بتحمل راحة البال أهم شغلة وكل الحب، لأنه شبعنا من سنة الماضية ولازم نكسر جرة وراها. نعم لازم نكسر مش بس جرة، كل الجرار وراها لأنه حملينا من السنوات اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها. صباح الخير وأهلا وسهلا. خبيني بالبداية، رح أبدأ معك زينب عن هيدا العمل المشترك هالديو لشوفونا. بلش بعمل أنت قمت فيه بالبداية وأغنية منفردة قمت فيها، أنت خبرينا ما رح أحكي. أوكي، أول شيء صباح الخير لك ولكل المشاهدين. بدي أقول لك أنه هي الفكرة بلشت، أنا عملت هذيك السنة أغنية اسمها سيدنا المسيح، وهذه الأغنية صورتها كليب أكيد، وشافها توني عبر حدا. من بعد ما شافها دعاني على رسيتال، وبوقتها رحت غنينا سوا عيد الليل وعملنا جو كتير حلو. هلأ هذا الرسيتال من بعد ما صار توني اجته فكرة أن احنا نعمل ديو مع بعض لهذه السنة. هلأ طبعا أنا صرت فكر شو ممكن يكون الديو، أكيد الديو يعني خلال أنه بده يصير خلال هذه السنة على هذا الموضوع طبعا. فحبيت أعمل شيء مش ديني، انه اعمل شيء فكره هيك جديده بس كمان تكون فيها تعايش. فاللي عملته يلي صار بالرسيتال، يعني هيدي القصه اللي صارت عملتها بغنيه. عظيم، يعني اللي صار تحول لعمل مشترك وقصه حقيقيه صادقه. نعم، ويعني اي كلمه انا كنت عم اقولها كان توني اصلا يعني كثير وقتها قال يعني كلمات ومصطلحات انا استعملتهم بهيدي الغنيه. يعني شو بتقول الكلمات باغنيه سيدنا المسيح؟ من غني مقطع منا ببلش انت. يلا. سيدنا المسيح ولا سيدنا المسيح؟ سيدنا المسيح. اوكي، بتقول
سيدنا المسيح روحه دايما فينا، كلماته تسبيح ولمساته بتحيينا. سيدنا المسيح روحه دايما فينا، كلماته تسبيح ولمساته بتحيينا. من ضوي الشموع عم حبت يسوع، وللإنجيل والترتيل من غني أغنينا. من ضوي الشموع عم حبت يسوع، وللإنجيل والترتيل من غني أغنينا. دي حلوة الحياة المشتركة، يعني بين ما بين الإسلام والمسيحية دايما في هذا التعايش المشترك بين بعض. ليش حبيت تذكري هالتفاصيل كلها؟ عندك إلمام بالديانة المسيحية؟ هلا إنه أكيد عندي إلمام لحد معين طبعا، بس أنا بحب يعني الشيء اللي قلته هذا نابع من جوا، وبحب إنه نحن عن جد نكون يعني انه نكون شخص واحد. وسيدنا المسيح هو عنا يا نبي نحن، هو منه شخص بس يعني مش هو مثلا شخص لاخواننا المسيحيه، لا، نحن انه انا عم غني لهو شخص مشترك بيننا وبينهم. وبس هن العالم بفكروا انه في شيء غريب، يعني فيني غني للرسول وفيني غني لسيدنا المسيح طبعاً. يعني نبي ونبي. بس انه هلا اكيد صار هجوم علي، ليش ما غنيتي للرسول؟ انه ليش ما بلشتي بشيء هيك؟ بس انا هيدي الفكره كان عندي هدف من وراء هذا الموضوع، انه اذا غنيت للرسول ما في شيء، يعني انا راح ما في شيء اضافي، المسج ما راح توصل. بس شو كان الهدف من وراء الترنيمه اللي غنيتيها؟ هلا ليكي شو، انا لما اكتب غنيه ما بفكر، انا بلاقي حالي عم بلحن وعم بكتب. بس هذا يعني هذا اكيد شيء نابع بيكون من جوا، وعندك رغبة أنت يمكن بالإنكونسيون باللاوعي أنك أنت تعملي هذا الموضوع أو هذه الفكرة، أنك توصلي يمكن ويكون عندك انتشار أوسع. صباح الخير لك توني. صباح الخيرات. طبعا لو ما لفتتك بالبداية زينب، ما كنت أنت اليوم مع بعمل مشترك 100%. أنت سمعت هي عملت مبادرة كتير قوية وكسرت كل الحواجز، لأنه أول شيء كسيدة شيعية من الطائفة الشيعية الكريمة ومحجبة، يعني هولي كلهم تابو بالنسبة للبيئة اللي عايشة فيها زينب. فزينب كسرت كل الحواجز واتجهت دغري للآخر، يعني ما اتجهت أول شيء لبيئتها، يعني نطت دغري للآخر، يعني عم تزد بين بون أنه استلقوها مني وبدلوني. فلا شعوريا يمكن لأنه نفس البيئة، مش البيئة، كيف الفكر كيف منعيش مع بعضنا موجودة عنا. يعني أنا صحيح من الشمال بس عايش بمنطقة اسمها عمشيت، عمشيت فيها تعايش من زمان كتير. يعني بتلاقي بمشي بالشارع عندي بالحي بعيد ما على الميلاد، بتلاقي البيوت كلها مزينة. ما كنا نعرف قبل 20 سنة لورا هيدا مسيحي هيدا مسلم، طلع هيدا جاري بس مش أكتر. ونقطع نعيد بعضنا بكل الأعياد ولا ننتبه إنه مسلم ولا مسيحي، لا من 20 سنة لهلأ. وللأسف بعضنا مضطرين نعمل هيك أغاني لنذكر إنه هيدا شيء ميزة لقلنا، مش شيء بيفرق. انت دعيتها من بعد ما سمعت الترنيمه طبعاً. على ريسيتال ميلادي احييته، خبرني شو صار بهيدي اللحظه لما كانت موجوده زينب. وصلت زينب على الكنيسه من بعد العالم تفاجأت، لانها كانت سربرايز، تفاجأت انه حدا غريب شوي، انه ريسيتالات الميلاديه بيكونوا اهل الرعيه عم بيكونوا مشاركين فيها. فاتت زينب، اول شيء الانظار كلهم عليها، مش عارفين شو البيوت من ورا الموضوع. وكان في كم شخص أصحابي بيشتغلوا بالصحافة وبالإعلام بالتلفزيون موجودين. شوي طلعت وقدمت زينب أنا، يعني وكانت الصاعقة مثل ما بيقولوا. وطلعنا وغنينا سوا، وغنت غنيتها سيدنا المسيح، وكتير لقيت فيدباك قوي. وحبينا نترجم هيدا الشيء اللي صار بأغنية شوفونا السنة. بس كتير لقيت صدى كتير كبير عند الناس اللي كانوا حاضرين وعم بيسمعوا. هالقد منعرف، هالقد لمست قد في تعطش انه بقى ننبوز هالاشياء اللي عم بيفرضوها فرض علينا. نعم، هيدا فرض مش هي مصالح خاصة، نحن بدنا هيدا الشيء يصير.
على كل حال من وراء الريسيتال يلي تواجدت فيه زينب خلقت هيدي الفكرة أنكم تكونوا بعمل مشترك. قبل ما نروح تنشوف شوفونا رح نشوف سوا الريسيتال الميلادي يلي من خلاله كانت زينب متواجدة، وهيك بركي بنرجع منعيش شوي الأجواء، يعني نحن بعد ما طلعنا منها أصلا الأجواء الميلادية أكيد. هيك بنكون عم نودع السنة كمان معكم. يلا. خرقت كل الممنوع ورجعتنا لعصر كتير حلو، لبنان الحلو، لبنان الإمام موسى الصدر يلي دعا للتعايش وللمحبة ولتبادل الآراء والأفكار ولقبول الآخر ونحب بعضنا أكثر وأكثر. بيسعدني بهاللحظة نقدم الأستاذة زينب مغنية. تفضلي أنت هون ببيتك، يعني كيف التقيتوا وكيف عم تقدموا هذا النموذج الرائع عن الشعب اللبناني وهيدي الرسالة السامية يلي من خلالها بنقدر نقول انه ايه قادرين نوقف حد بعض وقادرين نكون من دين مختلف ونكون على نفس الخط ماشيين وحد بعض كمان اليوم طبعا. من خلال هيدا الاجتماع اللي صار تحديدا مع زينب وخلال هذا اللقاء يلي حبيت من خلاله، يمكن لو ما حسيت في شيء بزينب ما كنت يمكن اخذت هيدي المبادره انك تقوم بعمل مشترك معه، ونفس الشيء زينب كمان يعني ما كانت لبت الدعوه لو ما حسيت توني خوري على قد هو مهتم انه يكون على تواصل مع زينب او ما عنده هيدي يمكن الحدود ما بين هالشخص هالديانتين تحديدا كمان. فخبرني شوي كيف تعاونتوا سوا؟ مثل ما ذكرنا بالاول زينب عايشه ببيئه مختلفه اكيده، بس في انفتاح بالعائله عندهم، يعني مش عايشين هالتقوقع انه نحن بس هالبيئه ومنخاف من الاخر. هيدي شغله كتير اساسيه وزينب مش رح تقولها بس انا رح اقولها، عايشه ببيئه كتير منفتحه، يعني الوالده واهلها بيتعاطوا بالموسيقى مش بصفه بروفيسيونيل بس بجو البيت، يعني الفن موجود، يعني ما انا جايه زينب من عدم اكتشفت فجاه انه حابه تكتب وتلحن وتغني، يعني البيئه اللي رابيه فيها زينب كانت مؤهله انه تكون منفتحه على كل فنون وعلى كل جمال الحياه. يعني ما فينا نكون عايشين بحياة ما نكون حب الموسيقى، ما نكون حب الشعر، ما نكون حب الألوان والرسم، يعني هالفنون اللي بتعطي طعم حلو ألوان حلوة بحياتنا. فزينب عايشة بهالبيئة، أنا طبيعة الحال كمان يعني رابي بهيدا الجو متخصص بالموسيقى، فدغري تلقفت البينبون من زينب وكانت محفز لإلي إنه هاي رسالة لازم توصل لأبعد حدود، إنه زينب كسرت الحواجز. يعني نحن كمسيحية كل سنة على عيد الميلاد نعمل رسيتال ميلادي ما قلنا بالجميل، هيدي بيئتنا وهيدا منطقنا وهي حياتنا، بس هي تكسر هالحاجز وتخترق وتفوت بسيدنا المسيح، هيدي شغلة كتير كبيرة لازم كلنا نكون حدها ونكون معها ونساعدها بالرسالة اللي حابة توصلها. أنا كمان التقينا أنا وياها على هيدا الهدف وولدت شوفونا. نعم. وولدت شوفونا، شوفونا يلي من خلالها عن جد شوفونا وطلعوا فينا نحن كيف نحن مختلفين عنكم، ما منفكر بنفس الطريقة اللي أنتم بتفكروا فيها، قادرين نكون على نفس الخط وإيد بإيد نكفي المشوار، ونحن لبنانية بالآخر يعني إخوة بالإنسانية بغض النظر كل واحد بينتمي لأي ديانة. طبعا هيدا العمل هو من كلماتك وألحانك وتوزيعه للموسيقار إحسان المنذر، فخبريني شوي عن الكلمات وشو بتقول.
الكلمات يعني أنا ما بعرف، هي بنهار طلعت معي، كنت قاعدة ففجأة صرت أقول شوفونا شوفونا مجتمعين معين هيك طلعت. لحظة سامعونا إياها سوا. يلا يلا طب خلينا نبلش عم نشوفها فيديو. هي دو يبلش أنت. زينب بالكنيسة لما زرتينا أخدتينا على عالم تاني، وبحجابك الحلو نورتينا اللي حل علينا بأجمل معاني. ما بنسى بمشواري على هاك البيت، العيون اللي كانت فيه فرحاني، وبصدق المشاعر أنا حسيت بشكر الله المعكن خلاني. شوفونا شوفونا مجتمعين من دون ما تفرقنا طائفي ودين، ولو رجعوا خلونا بعد وقسمونا رح نبقى بقوي متحدين. نحنا ما بدنا نعيش بالطائفي، إن كنا إسلام أو مسيحي، المحبة جمعتنا هي علمتنا إنه نحنا إخوي بالإنساني. بنشوف الفيديو كليب سوا. يعني اليوم انتم فشيتوا خلق كل انسان بيكره الطائفيه، وكنتوا نموذج لبعض الاشخاص اللي بفكروا هذا التفكير العقائدي البشع انه ايه في تمييز بين الاسلام وبين المسيحيه، نحن بالنتيجه شعب مزبوط. واحد، وهيدا اللي ربينا عليه التعايش المشترك من زمان ولليوم، يعني اللي بعده حاطط حدود لهذا الموضوع قد ايه هو غلطان أكيد. اليوم يعني شفت بالفيديو كليب بفتره من الفترات بارمين ظهركم لبعض، بعدين برمتوا وشكم انه شو هون عم بتاكدوا انه انتم الهدف الأساسي. في ناس فهمته كتير غلط وفي ناس كتير فهموا صح، إنه هيك لازم نكون نحن بدنية، لازم نكون ظهرنا على ظهر بعض، نحمي ظهر بعضنا، نكون الكتف على الكتف. الدبكة ما بتزبط إلا ما يكون الكتف على الكتف. يعني كل شيء ورجعنا برمنا إنه لازم نتلاقى بقى، ما بقى لازم نضل عطول بعاد عن بعضنا. وبدي أذكر إنه الغنية كمان من توزيع الأستاذ أحسان المنذر التسجيل. أستاذ أحسان هو أكبر مثال للتعايش، هو مسلم ومدامته كاثوليك صح. يعني نحن كتير قرب لبعضنا مش منتبهين لقد ايه قرب صرنا، وكتير متخالطين مع بعضنا، الكل أخذ مزوج من بعضه، فلا بدنا نفرق. ليه وقع الاختيار على الأستاذ أحسان المنذر؟ كانت مقصودة؟ لا الفكرة أنه الأستاذ أحسان أنا شغلي معه كتير شغل قبل، وهو كتير بحب يعني الفن اللي أنا بعمله، بيشتغل دايما معي من قلبه، وخاصة هذه الغنية استمتع فيها لدرجة يعني هذا الشهر كان حافل، بس هو كان مبسوط أكتر شيء، يعني مع احترامي لكل اللي اشتغلوا معه، بس هو هيك قال إنه يعني خلص عملها بطريقة، لأنه هو فعلا بيأمن بهذا الشيء، ويعني غنية جديدة من نوعها كفكرة. هاك الحال رائع. الكليب وين تصور؟ تصور بجبيل. المشاهد كلها في الكنيسة مار يوحنا مرقس، هي كنيسة كتير أثرية وقطع عليها شعوب كتير، يعني كمان هيدا رسالة إنه قطع شعوب كتير وكانت أكبر تهبطت وتعمرت وتزبطت وضلت واقفة. يعني نحنا مجزرين بهذا الشرق، إن كان الإسلام والمسيحية لا. فما حدا في أبع حدا، فنحنا كلنا إيد واحدة بنكون أقوى أكيد طبعا. وتصور مشهد أكيد بالستوديو عند أستاذ أحسان. في ختام هذا اللقاء تفضلي. سوري عفوا، بس للمخرج علي محمود اللي هو يعني ابتكر هالطريقة طبعاً. بالتصوير البسيط وبنفس الوقت وصل الرسالة بطريقة حلوة. وصلت الرسالة بوضوح وحتى بأصواتكم الرائعة. بدنا نختم معكم بصوتكم بشي على ذوقكم، هيك بنكون عم نودع عام 2020. أنا بتمنى لكم سنة مجيدة، سنة مباركة ومليانة بالسعادة قبل كل شيء، نعاد عليكم وبظروف أفضل. كل سنة وأنتم بخير. أكيد نحن كمان نستغل هالطلعة معكم بآخر يوم من السنة تنكسر الجرة مثل ما قلنا بأول الحلقة، ونتمنى أنه السنة الجاية تكون مليانة من الصحة، أهم شغلة بظل هالوباء الكوفيد 19، وراحة البال أهم شغلة، والبحبوحة شد الله يسعى منك. رح نغني غنية أنا وزينب لأنه الأولاد نعرف في هالفترة بيكونوا بالبيت أوريدي، كل السنة كانوا بالبيت أونلاين، فرح نغني لهم جاي بابا نويل وبدي أقفل من بعدها بشغلة نتمنى الهابي نيو يير لكل العالم. على السريع لو سمحتوا تفضل. يلا بس ما جاي بابا نويل من النجم البعيد، جاي ومعه الهدايا ولحظاته السعيدة. يا بابا نويل يا بابا نويل، مروق لعنا واسهر معنا بهالسنة الجديدة. رح نقول كمان
We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Happy New Year. مشاهدينا صباح الخير من جديد، برحب بكل الأشخاص اللي هلأ انضموا لنا بصبحيتنا. أكيد منتابع بلقاءاتنا اليوم ذكرى منروح لها مع كل التواريخ اللي بتتبدل، في محطات بتبقى راسخة وثابتة وفي أشخاص بيبقوا راسخين وثابتين. أيضا مع مرور 5 سنوات على رحيله مطران الفقراء، مطران الإنسانية، المطران يلي تعددت الألقاب أمام الكبر بعمله الإنساني، عمله الرعوي، بعمله الديني، أيضا المطران يلي حمل قضية شعب، قضية وطن، ناضل من أجل العدالة الاجتماعية، كان منفتح برؤيته، كان منفتح بعمله وسعيه، إن كان لضمان الشيخوخة لكبارنا وسعي له القضاء على كافة أشكال التمييز بين أفراد المجتمع، المساواة بين البشر، بين المقدسات، الانفتاح على الآخر، كلها قيم فلسفة اجتماعية قدر يوضعها بفلسفته بعمله بنتاجه. هو أكيد المطران غريغوار حداد يلي رفقنا، ولكن حضوره إن كان الكنسي، إن كان الرعوي، إن كان الاجتماعي والإنساني، بعده صدى لليوم. لحتى نحكي أكثر بهالذكرى، الباحث الاجتماعي وخبير نقابي دولي مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي والاتحادات الدولية النقابية، أيضا عنده عدة مؤلفات، أخرى انتفاضة 17-20 الظاهرة وخلفياتها السياسية والاجتماعية، الصادر عن دار نيلسون بالعام 2020، وحضرته معنا اليوم، بيشرفنا بحضوره لحتى نحكي عن مرور 5 سنوات على رحيل المطران غريغوار حداد. ضيفي دكتور غسان صليبي، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا دكتور صليبي. أهلا فيك. اليوم بس نحكي عن هيدي الذكرى، نحكي عن هالشخص الاستثنائي، عن هالرجل الدين اللي قدر يعمل فرق، قدر يكون علامة فارقة بمجتمعه بمحيطه. اسمح لي بداية هيك ارجع معك لأيام المطران الأخيرة، هيك يا ريت معك نتذكر شوي آخر اللحظات، آخر هيك فترة عاشا، ومننا نحمل هيدا التوصيات يلي كمان توصيات مجتمع، توصيات راسخة لليوم ما زالت. نعم، أنا فعلا بالنسبة إلي أحلى صباح أني يكون عندي فرصة أنه أحكي عن صديق عزيز هو المطران غريغوار حداد، وخاصة وهيدي يمكن أنت دقيت لي على الجرح، هلا قلت لي أنه شو بآخر حياته، لأنه أنا عندي شوية إحساس بالذنب بآخر حياته، لأنه ما قدرت تكون معه كتير بهالفترة اللي كان فيها بالحدث بالمستشفى مثل ما لازم، يعني كنت تحب تشوفه دايما، بس الحياة بتجرك أوقات وبتاخدك وما بتعرف دايما تميز بين الأهم والمهم، فهيدا يعني فعلا بيحزنني أني ما كنت معه فعلا بالتفاصيل بآخر حياته، بس كنت عم باخد شوية معلومات من بعض الأصدقاء يلي كانوا عم بيزوروه ويلي كان وضعه رغم وضعه الكتير صعب، كانوا يقولوا لي دايما هو آخر فترة صار يحوزق كل الوقت وعنده مشاكل، يعني تخيل حالك عم بتحوزق أنت كل النهار، أنت بتحوزق 5 دقايق بتتضايق، فكيف كل النهار بس ما في شيء يهزه. كانوا يقعدوا يقروا له بعض النصوص الإنجيلية أو غيرها، وكان دايما مثل عادته هاي الابتسامة الحلوة تضل على وجهه. أنا لما أحكي عن غريغوار حداد، حكي نابع من صداقة، من رفقة، من صداقة ورفقة عمل أيضا، وبالتالي مبنية على تجربة شخصية، ودائما تعرف التجربة الشخصية يمكن عندها جانب حلو يلي هو أنه عندها إلى مصداقية، لكن بالوقت نفسه التجربة الشخصية عندها محدودية، لأنه ما فيها تحكي عن كل جوانب حياة شخص مثل غريغوار حداد يلي كان يعرف نص العالم بلبنان، يعني نص العالم ممكن يخبروك على القليلة عن غريغوار حداد. وبقول لك شغلة كتير حلوة كنا نعملها، أنا بقيت سنتين أبرم أنا وياه بكل لبنان بعز دين الحرب، كانت مقطعة الدنيا والحواجز والآخره، نبرم على الشمال وعلى الجنوب وعلى البقاع
وما في مطرح إلا ما عنده أصدقاء الدقوار يستقبلونا، وما في مطرح إلا ما بيقدر يمرق عليه. في ناس بيقولوا عندهم خط عسكري بيمرق خط عسكري، الدقوار كان عنده خط إنساني يقدر يمرق فيه لكل المناطق اللبنانية ولكل قلوب اللبنانية. يعني أمام الكلام يلي حضرتك عم تتفضل في أمام القيمة الكنسية والدينية والقيمة الاجتماعية والقيمة الإنسانية يلي كان يتمتع فيها المطران غريغوار حداد، إذا بدي أرجع مع حضرتك هيك لأول لقاء جمعكم، خبرني كيف تعرفت على سيادته الله يرحمه وكيف هيك توطدت الصداقة على مر الوقت؟ ببداية علاقتنا كانت أكثر بمسألة اللعنف، يعني كنا بالحرب وكنا مجموعات عم نحاول نواجه الحرب بما أوتينا من قوة نسميها لعنفية، يعني نحن ضد السلاح، ضد العنف، ضد التقاتل بين اللبنانيين. كان عنا هالفكرة، فكرة اللعنف، كنا نتنظم ونشتغل مع بعض، وغريغوار كان رائد بهالمجال، ومش يعني كنا عدة مجموعات وهو كان دائما رائد بهالمسألة، وكان مثل عادته طبعا يستمد فكره من أكان من يسوع أو من مفكرين لعنفيين مثل غاندي ومارتن لوثر كينغ وكذا. فهيدي كانت البداية، وبعدين طبعا تفرعت كتير، صار في مش بس قضية نضالية فكرية، صار في صداقة وصرنا نلتقي كتير، واشتغلت معه. هذا الأكثر شيء أنا لزمني فيه. أنا وقتها كنت مستشار للاتحاد العمالي العام، يعني عم بشتغل بالنضال الاجتماعي السياسي إلى آخره، وإذ غريغوار بيطلب مني أجي ساعده بشيء اسمه التنسيقيات الاجتماعية، بده ينسق. تخيل هيك إنسان ببلد مقطع ومقصم، بده يعمل تنسيق بين كل مؤسسات الاجتماعية بالبلد، تنسيقيات اجتماعية، تنسيقيات للمستوصفات، لدور المعاقين، للمسنين، لكل هودي ينسقوا مع بعضهم. قال لي غسان تعب تيجي بتشتغل معي، بنبرم بنشوف كيف بننظم هالاشياء. هيدي كانت تجربة لإلي جديدة بمجال التنمية والإغاثة بشكل عام، لأنه أنا جاي من الصراعات الاجتماعية. نعم. وهو نعم. أخذني على مطرح، وغريغوار هو إجمالا الفكر التنموي، يعني غريغوار واكب التجربة الشهابية، واكب الفكر تنمية المناطق، تنمية هيك، وعمل شغلة عظيمة بهيدا كان يشتغل عليها. عمل شيء اسمه مثل كمبيوتر، بسميه كمبيوتر بشري. يعني بكل الأقضية اللبنانية كان يبقى في أشخاص موجودين عندهم خبرة بالبحث الاجتماعي، بيعرفوا يجيبوا معلومات، بيعرفوا يتصلوا بمؤسسات، فهيدا سميه هو كمبيوتر بشري بكل لبنان، يجمع معلومات حول طاقات المجتمعية بهالمناطق كلها لبهدف تنميتها. يعني كان وكان كتير مؤمن غريغوار بالدراسات، يعني ما كان شخص ينطلق من أفكار بس يقعد هيك يفكر بالخيال، لا، كان بيبني كل عمله على دراسات عملية على الأرض، يجيب منها معلومات ويحط خطط تتلاقى. وهذا أهمية فلسفته وفكره وأيضا الإرث يلي تركه من هالناحية اجتماعيا، أيضا إنسانيا، وأكيد عم بحكي دينيا هون، لأنه هو كان قطب من الأقطاب الدينيين يلي كمان من خلال كتابه بعنوان العلمانيون الجدد يلي كمان كان عنده رؤيته بإطار هذا الموضوع. يا ريت شوي نحكي عن أهمية هالفكر، هالفلسفة، هذا الانفتاح وهيدي الرؤية يلي كان يضع، لأنه الليل يلي بيكونوا بموقعه الديني بيقدروا يعترفوا بهذا الانفتاح وبيقدروا يفعلوا من خلاله. نعم صحيح. هلأ غريغوار ما اشتغل مع مسيحيين، اشتغل مع مسيحيين ومسلمين، ولا مرة كان نعرف انه نحن المجموعات اللي اشتغلنا فيها دايما كنا مختلطين مثل ما قلت لك بك من كل المناطق اللبنانية. نعم. غريغوار يعني هيدي لازم تعرف، انا هاي من تجربتي الشخصيه، ولا مره حكيت انا ويا دين، ما نحكي دين، ما لا، لانه الاهم بالنسبه له وكمان بالنسبه لي انه عم نمارس المحبه، عم نمارس على الارض، وهذا اهم من كل التنظيرات. نعم. ومن كل الطقوس يلي ممكن تعملها وبذات الوقت ما يكون في بقلبك لا محبه ولا تعمل. ف
فعلا تشتغل على الارض. وكان يقول لي غريغوار هو مش بس انه ما يعني ما كنا نناقش دين مثل ما قلت لك، بس دائما هو علمني هالفكره انه عند المسلمين ايضا في شيء اسمه الدين معامله يعني، وهيدي كمان كان هو متمسك فيها كنهج حياه يعني. مش مهم انك تصلي كل النهار، المهم شو بتعمل على الارض مع خيك الانسان. طبعا، وهذا العمل كان جلي من خلال مطالباته ان كان بضمان الشيخوخه، ان كان ايضا الطبابه، التعليم، الاستشفاء، السكن، حقوق الطفل، يعني نعم. كان عنده كثير من الملفات اللي كان يتبعها، كثير من الانسانيه اللي كان يحطها بعمله الى جانب عمله الرعوي والديني ومسؤولياته الدينيه. ايضا كان في مسؤوليه مجتمع كان يحطها وتكون واضحه جليه بشغله. كيف فينا نقيم هيدي الخبره وهيدي التجربه من خلال هالكم الانساني الكبير يلي بجسده؟ نعم، بعتقد انا قفيت سؤال عندك، هو سالتني عن العلمانيه، يمكن نعم. مش لازم نتخطيها، سالتني عنها. تفضل، متوقف عندها ونرجع نتابع. اكيد، تفضل. عملت انا المقدمه. العلمانية، غريغوار كان يفضل كلمة علمانية على علماني. نعم. وبالنسبة له العلمانية هي من عالم، يعني نطبق العلم وما يقتضيه العيش في هذا العالم بمعزل عن الدين. نعم. بمعزل عن تأثير الدين بهالوقت. غريغوار كان بده استقلالية للدين وللسياسة، يكونوا مستقلين عن بعضهم ولا وحدة هي تهيمن أو تأثر على الثاني. بده كان يحترم، يريد أن الناس تبقى تمارس طقوسها الدينية وإلى آخره، لكن بالوقت نفسه ما يكون للدين تأثير على إدارة الدولة وحكم الدولة. ومن هيك كان يفضل كلمة ما عم أقول لك العلمانية من عالم، وكان يحاول يبعد كثير عن فكرة العلمني يعني. عن كلمة العلمني، لأنه ما بده يشبه الحركة اللي كان عملها بما حصل مثلا بفرنسا، حيث أنه تيار العلماني اصطدم بالكنيسة وصار في دم هو والكنيسة. وهو كان بده أنه يحاول الكنيسة تفهم والسياسيين يفهموا أنه أفضل يضلوا نوعا ما أخذين استقلالية. هلأ قديش كان هالشي واقعي، ما كان خيالي، قديش كان ممكن للعلمانية أن تمشي بدون هالصراع أكان مع الكنيسة أو مع السلطة السياسية. وبتعرف أنت لما نطرح هلأ أي قضية علمانية بقوموا قيمتهم اثنين الفريقين، السياسيين ورجال الدين، على الفكرة. وبعتقد غريغوار تعلم من تجربته الكهنوتية، لأنه غريغوار اضطهد فترة من الكنيسة الكاثوليكية المحلية لأنه لأسباب صاروا يفوتوا بنظريات كان يحكي فيها أو شيء. أنا بعتقد مش هيدي المشكلة أنه غريغوار فتح الكنيسة للناس، فتح البيئة الأبرشية للناس. ومن هون كانت تسميته مطران الفقراء، من هون كانت التسمية اللي كمان كان فيها كثير من الإنسانية. أدي يعني هالمكان يلي طبيعي يكون بيشبه كمان الديانة يلي منحدر منها، يعني السيد المسيح كمان يلي كان فقير، يلي كان منحدر من عائلة متواضعة، يلي رد الأصول لنصابة أمام عجقة المال وعجقة المادة بمجتمعنا. أدي هذا الشيء صعب، وأدي اليوم لما منحط المسؤولية على رجال الدين ليكونوا بون إكزامبل أو لحتى يكونوا مثال جيد أمامنا، كمان مسؤولية عليهم لأن هن بشر بالنتيجة كمان. نعم، أكيد. غريغوار كان منحاز كليا للفقراء، يعني وين في حاجة إنسانية، وين في إنسان محتاج، بتلاقي غريغوار عم بيفكر وعم بيشتغل على الأرض كذا. نعم دكتور غسان، عم تسمعني؟ ما بعرف إذا الاتصال يمكن تقطع شوي، لكن مثل ما كنا عم نحكي بهذا الشخص الاستثنائي، قديه في ناس بتمرق بتعلم، قديه في ناس بتمرق ما بتأثر بالمجتمع، ولكن بالمقابل في ناس بتفعل لمجتمعها، بتأثر، بتشتغل، بتكون بجهدها بإنسانيتها عم تعمل فرق حتى من بعد غيابها. وفي كثير ناس أوقات بتكون حاضرة بتمرق مرور الكرام ما بتعلم، وهون الناس يلي بيعملوا فرق، هيدي أهميتهم بالمجتمع، هيدي أهمية
انه يبقى ارثهم الثقافي، يبقى ارثهم الانساني، وهيدي اهم شغله طبعا بناس يلي هالقد بيكون عندهم هذا البعد الديني، هذا البعد الانساني، هذا البعد الاستثنائي، مثل المطران غريغوار حداد يلي عم نحكي عنه مع ضيفي دكتور غسان صليبي. ما بعرف اذا بالرجي الاتصال بدكتور غسان رجع صار جاهز، لكن رح ناخد فاصل مشاهدينا ونرجع نتابع نحن وياكم ضمن أحلى صباح. مشاهدينا منتابع نحن وياكم وختامة مسك، لما نحكي من القلب، لما نحكي بالقرآن الكريم، لما نحكي بالحديث النبوي الشريف، بالكلام يلي ينبع من فوق لحتى يكون عم بينور تحت، وعسي يكون عم يصدح لحتى ينور عقول وأذهان. وكيف إذا كان الحديث بالقرآن الكريم وبسيد المسيح بهاللقائين، لقائي المحبة، لقائي التسامح، لقائي الانفتاح. خليني أقول الكلام بيكون بإطار هيدا الموضوع، وخاصة إذا كان الحديث من شخص هالقد بالبعد الإنساني، بالبعد الديني، عنده حضوره، صار من أهل البيت، وبشرفنا كل مرة بيحكي فيها بنستفيد من كل كلمة بيقولها. وبختام هالسنة عساها تكون كمان زوادة نحملها معنا لنكون إنسان أفضل، لنكون بإنسانيتنا ناس عم نشتغل على حالنا بهالرؤية، بهالانفتاح، بهالثقافة. خليني أقول سمحت العلامة الشيخ محمد حسين الحاج، صباح الخير. صباح الخير لك ولجميع المشاهدين والمتابعين إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك بصبحيتنا سماحتك. اليوم كمان الحضور معنا هيك ناخد زوادة بختام هيدا السنة كمان إن شاء الله. اليوم مع كل هيدا تجاذبات يلي عم نشهدها اليوم، كمان مع كل الغدر خليني أقول وأفكار الشر يلي دايما تحاول إنها تخلف، اليوم بيجي القرآن الكريم يلي كمان بصورة مريم بجسد حضور كمان السيد المسيح يلي هو أساس المحبة وأساس الدين عند الدين المسيحي، وهو حاضر بالدين الإسلامي. كيف نقرب هالديانتين من خلال هالمكانة، وشو أهمية أنه نكون عم نحكي بإطار هيدا الموضوع اليوم؟ أولا بدنا نعيد اللبنانيين، وإن شاء الله بتكون نهاية الكورونا ونهاية الأحزان والآلام والأوبئة، وإن شاء الله تنعاد على الجميع وعلى المشاهدين وعليكم جميعا إن شاء الله، وعلى حضرتك نشكركم على استقبالكم في نهاية العام. ثانيا بالنسبة للنبي عيسى عليه السلام، نحن بالنسبة لنا مريم وعيسى لا يفرق بينهم وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه. نحن نقدس ونحترم ونجل ونعتبر أن النبي ختمها بالسلام وقال إني أحب أن أفشي السلام، وقال عيسى بن مريم عليه السلام هنيئا لصانعي السلام. يعني دائما كان القرآن يتحدث عن النبي عيسى، حتى عندما قال لها أن لك هذا قالت هو من عند الله. يعني نحن نعتبر أن كل شيء يأتي من عند الله تبارك وتعالى. فالنبي عيسى عليه السلام المسيح هو مقدس عندنا ومقدس لدينا، ونحن نعتبر أن البعد الإنساني هو الذي يجمع بين الديانتين. إذا فكرنا دائما بالموضوع السياسي، أو فكرنا دائما بالموضوع الاجتماعي، أو فكرنا بأي شيء على مستوى الطائفي أو المذهبي، نخرج من إنسانيتنا. ولكن إذا فكرنا بعيسى ومحمد والديانات السماوية، عند ذلك نتطلع على مستوى إنساني. وإذا تطلعنا على مستوى إنساني، عند ذلك ننسى ما حولنا وننسى هذا من وذاك من، وهذا من أي طائفة أو من أي مذهب كان. اليوم لما نحكي بهالمفهوم وبهالعمق عن النبي عيسى وحضوره بالقرآن الكريم، كيف فينا نروح للبعد خلينا نقول لمفهوم الكلمة، لمفهوم الروح، لمفهوم هيدا التجسد، هيدا الحضور خليني أقول ما بين الأنبياء، وما بين الحضور ببعضه الديني والاجتماعي أيضا.
النبي عيسى عليه السلام القرآن صور أن النبي عيسى هو شخصية نبوية وهو شخصية صاحب كتاب وكان له الإنجيل، وأكد في الإنجيل الحقيقي عندما نتحدث عن الإنجيل أن النبي عيسى عليه السلام قال أنه هذه تعاليمي التي أعلمها للناس سيكملها من كان يأتي من بعدي، يعني قال إني أبشركم برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني بشر أن الديانات كلها مكملة لبعضها البعض، حتى أن الموسوية والعيسوية والمحمدية هي ديانات مكملة لبعضها البعض تتجسد في التعامل وفي العلاقة. لا يمكن أن نقول أن أحد الأنبياء كان ينفرد بأقواله أو ينفرد بأعماله، سواء كانت الاجتماعية أو غير الاجتماعية، فكان تجسيد هذه الأعمال من خلال الممارسة. يعني يذكر أن النبي عيسى عليه السلام عندما مر على جيفة وكان معه بعض الصحابة قالوا ما أنتن رائحته، وكان أجلكم الله يقال أنه كان كلب يعني طالع الريحة، قالوا ما أنتن رائحته، قالوا ما أنتن رائحته، فقال لهم عيسى عليه السلام ما أشد بياض أسنانه. يعني دائما ننظر إلى الجهة الجميلة، إلى الجهة الجيدة، إلى الجهة الحسنة، إلى الجهة التي تجمع بيننا، لا دائما ينظر الإنسان. تجسد هذا السلوك، يعني إذا لم يتجسد سلوكا ما فائدة هذه الديانات؟ طبعا الديانات هي سلوك وليست شعارات. نرى الآن الكثير من الناس قد يتطرق ويقول أنا مؤمن، وهذا يقول أنا مؤمن، فلان على الجنة وفلان على النار، وفلان بفوت على الكنيسة يعني هذا مش ما بفوت على الكنيسة يعني مش صالح، وفلان ما بفوت على المسجد يعني مش صالح. المدار ليس الدخول إلى الكنيسة أو المسجد، المدار هو السلوك الإنساني الذي يتعاطى به مع الآخرين. نعم، أمام ما يلي حضرتك عم تذكره اليوم، وإذا بدي قاربه لأنه اليوم السياسة، اليوم المجتمع بعدت الناس عن بعضها بالطوائف، يعني اليوم هيدن النزاعات خليني أقول يلي عم بتصير صار في استغلال كمان من ناحية السياسية لاستغلال النفوذ المال، كل مطامع الدنيا يلي اجت لحتى تفصل وتشيل الديانات السماوية لأساس المحبة كلها والله واحد لحتى تفرق بيناتها. كيف فينا اليوم نرد الناس إلى هذه القصص، نرد الناس لهالأصل يلي كلنا لازم نرجع لقله، لأنه بنكون عم نرجع أول شيء لإنسانيتنا، وبعدين كل واحد حر بخياره، حر يكون إنسان صالح على طريقته. هذا موضوع حقيقة سؤالك جيد، ومثل ما بقوله حطيت إيدك على الجرح. نحن عندنا مشكلة أنه يجب أن نفكر على المستوى الفكري بين الموضوع السياسي والموضوع الديني. الموضوع الفكري يفرق بين أن أكون أنا منظم في تنظيم أو في مؤسسة أو في جمعية على مستوى سياسي أو اجتماعي، حتى الاجتماعي حتى اليوم صار توزيع المساعدات على مستوى سياسي، يعني يمكن إذا أنت مش متابع لإلي ما بعطيك أنا مساعدات. نحن لازم نعرف أنه أنا عندما ألتزم بدين علي أن أكون متدين في سلوكي، ولكن عندما أتعاطى مع الآخر علي أن أتعاطى معه على مستوى ديني، وأفرق بين فكري السياسي وفكري الثقافي وبين ديانتي. نحن حتى نقدر نرجع لازم نفرق بين الاثنين، يعني ما نخلط. لما أنا بقعد أنا وياك، إذا كنت مسيحي أو كنت من غير مذهبي أو من غير طائفتي، إذا جلست معك أنا أنظر إليك كإنسان وأتعاطى معك بكل محبة بكل ود، لأنه الدين بيدعونا إلى المحبة. ما في دين ما بيدعي للمحبة، ما في دين ما بيدعي للسلام، ما في دين ما بيدعي للوئام، ما في دين ما بيدعي للتصالح، ما في دين ما بيدعي لحل النزاعات، ما في دين بيدعي للابتعاد عن، ما في دين بيبعد بيدعوك إلى نبذ العاطفة أو الحنان أو الحب أو الوئام. نحن نحتاج إلى ترسيخ العلاقة والابتعاد عن الفكر السياسي وعدم خلطه بالدين. وللأسف أن بعض السياسيين نراه أنه يستغل الطائفية للوصول، وإلا واحد أنا وياك بقعد، أنا هلا أنا قاعد أنا وياك، أنت من فئة وأنا من فئة، وقاعدين وعم نضحك وعم عيدك،
بل بالعكس أنا عيدت المسيحيين بأيام أعيادهم. طيب لماذا أنا أعيد المسيحي في 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 عيد أنا لم ألتزم به، بينما بيأتي السياسي ليقول لي لا انتبه منه هو يخيفك وأنا وغيره يخوفه مني. هذا التخويف هي بس لأجل مآرب سياسية للوصول، يعني أصبح الفكر الديني هو وسيلة للوصول إلى الفكر السياسي، يعني أصبح كل واحد يستغل الفكر الديني للوصول إلى الفكر السياسي، ونحن علينا أن نفصل بين الفكر السياسي والفكر الديني طبعا. لأن الفكر السياسي هو هدفه الوصول إلى السلطة، والفكر الديني هو هدفه وصوله إلى الإنسان، إلى كمال الإنسان. اليوم انطلاقا من اللي حضرتك ذكرته وهلأ كمان بفترة الأعياد، اللبنانيين يلي عندهم هذا الانفتاح، عندهم هذه الثقافة أيضا، يعني إن كان بيتشاركوا الأعياد المناسبات شهر رمضان الفضيل، إن كان هلأ كمان كريسمس، منشوف كتير من أصدقائنا ومن ناس من عيالنا، من إن كان يعني طائفة المسلم الكريمة بيكونوا حاطين شجرة وبيكونوا حاطين مغارة كمان، وأنا عم بحكي عن أصدقائي المقربين يعني بهذا الموضوع. أدي هيدي الصورة الجميلة يلي بمقابلها في كتير ناس عندهم هيك عنجهية بالتعامل، عندهم جهل بالتعامل مع الآخر والقبول، وفي كمان تطرف بالفكر. أدي هذا التطرف لا يشبه صورة الله ولا يشبه كل هذه التعاليم وكل الكتب المقدسة. أولا احترام الآخر واجب، واحترام فكر الآخر واجب بأي موضوع، سواء سياسي أو سواء ديني، وهذه تحتاج إلى ثقافة. للأسف نحن ما في عندنا تثقيف في المجتمع بهذا المستوى، يعني لا يفكرون كيف يثقفون الناس أن هناك فرق بهذه الأمور. ثانيا أنا أصدرت فتوى ببداية الأعياد أنه إن معايدة المسيحيين واليهود والبوذ حتى وغيرهم من الديانات سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة في أعيادهم لا مانع منها، كما أن الزينة في أيام الميلاد ميلاد النبي عيسى لا مانع منها، بل الابتهاج والفرحة بهذا العيد أيضا لا مانع منه، لأنه مقدس لدينا، وهذا عمل لم يحرمه لا الدين ولا الإسلام ولا أحد، بل يقرب الديانات. يعني نعم. عندما يرى المسيحي أنه أنا عم عايده، أو عندما يرى المسيحي أنه أنا عم حط شجرة ميلاد بينبسط، بتخفف التوتر على الأقل. فنحن لا نمنع، بل أنه ليس هناك فتوى من أي مرجع تحرم طبعا. ذلك، وإنما بعض الناس الذين يدعون فهم الدين، وللأسف كثروا في هذه الأيام، أو لبسوا لباس الدين أيضا، الذين كثروا في هذه الأيام أو تلبسوا، خلينا نقول تلبسوا أحسن، فهؤلاء ينظرون باستخفاف أو باستحقار لا سمح الله، هؤلاء لا يعول عليهم. نحن علينا أن نسير، ونحن ننبه الناس وننبه المشاهدين وننبه المجتمع بكل أنهم عليهم أن يفرقوا بين المعمم والعالم، بين المتدين وبين الملتزم وبين المظهر للدين. إذا فرق الناس بين الملتزم وبين المدعي للدين، عند ذلك يعرفون أن هذا حق وهذا باطل. في أوقات ناس بتكون مخمبية، سامحتك اسمح لي استطرد معك، بتكون هيك يعني منا ظاهرة، بتكون نواياها خبيثة بإطار هذا الموضوع. كيف الواحد، كيف المؤمن، كيف الإنسان الصالح يلي عن جد نيته صافية بده يفرق ما بين مثل ما حضرتك عم قال تذكر. هذا السؤال سأله أحدهم لعلي عليه السلام، قال يا علي إن أصحابك يقولون إن الحق معك، وإن أصحاب أعدائك يقولون أن الحق معهم، مع من الحق يا علي؟ طيب أنا ما بدي أعرف. قال اعرف الحق تعرف أهله. نحن لا يمكن لنا أن نعرف من هو البغيض ومن هو الحسن ومن هو القبيح ومن هو الجيد، لا يمكن أن نعرف ذلك إلا بالمطالعة والمذاكرة والتعرف، يعني لابد. لذلك ورد في الروايات الكثيرة زاحم العلماء بركبتيه، حواري عيسى زاحموا عيسى عليه السلام ولاصقوا به حتى تعلموا منه.
يعني إذا لم تتعلم من الناس الذين يعلمونك المفاهيم الحقيقية يبقى الإنسان ضائع. مهما سمع ومهما رأى في الشاشات وفي التلفاز فلا بد له أن يتعلم ويتعرف على الحق. إذا لم يتعرف على الحق يبقى ضائع. أما أن يسمع من فلان وفلان حتى أنا ما أقوله فليجعل مقياسه العقل والمنطق. هل أنا أتكلم بمنطق؟ هل أتكلم بكلام منطقي أو غير منطقي؟ أنا عم بحكي يعني هيدا الحكي اللي عم بحكيه هيدا الشيخ عم يحكي أنا ما بعرفه ما بسمع فيه. الشيخ محمد حسين الحاج، مين الشيخ محمد حسين الحاج؟ مين فلان؟ أنا فليأخذ كلامي ويقيسه على عقله على منطقه. إذا رآه أنه جاري مسيحي أنا ليش ما بسلم عليه؟ أو جاري من غير ملتي ليش أنا بدي أعمل عداء اتجاهه وأعمل له السلام عليكم من قدام ومن وراء؟ مرة أحد الأصدقاء الأبوات دكتور أب قال لي السلام عليكم. قلت له عليكم السلام. قال لي في واحد قال لي أنا ما لازم رد عليك السلام لأنك أنت مش مسلم. قلت له كيف هيدا؟ قال لك يا قال لي ايه وعامل وهو مؤمن وما بعرف شو. قلت له والله ما هذا بديننا. يعني احنا ما في عنا دين بيمنع طبعا. انك انت اذا حييتم بتحية فردوها اقل شيء ردها. يعني تهادوا تحابوا لما قالت الرواية تهادوا. يعني انا امبارح اجى لعندي واحد مسيحي كان في عندي شيء على المكتب محطوط. قلت له انتم بتتهادوا ما انا اعتبرها هيك تذكار مني ولو شيء يعني لا يليق بس انه قال لي لا هيدي عراسي. قدين بسط رح يخدها على البيت رح حطها ويضل يقول هذا الشيخ هداني اياها. نحن علينا ان نعرف الحق، علينا ان نعرف ما هو المنطق ما هو العقل طبعا. اما ان نتبع بعض المغرضين وبعض المحرضين فهذا امر خلاف الدين بلا شك. خلاف عيسى وموسى وابراهيم واسماعيل، خلاف كل الاديان. سمحتك اليوم بفترة نحن بحاجة أنه نتجرد منها من كل شيء بيفرقنا ونبحث بس عن يلي بيجمعنا عن إنسانيتنا فقط، هيك على مطلع هذه السنة الجديدة القادمة وخاصة بلبنان. قد ايه نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى تنلبس عباءة الإنسانية والوطنية بغض النظر عن ألواننا واختلافاتنا وانتماءاتنا وكل واحد من وين وكيف وشو بيصلي وكيف بيصلي لحتى نتخطى المرحلة المقبلة. نحن الآن عندنا مشروع قريبا إن شاء الله بالشهر القادم بواحد لمجموعة جمعيات تحت عنوان السلم الأهلي. قلنا له ان احنا بدنا نفصل الشيء العبادي عن المعاملات. يعني نحن انت كيف تصلي كيف تعبد الله تبارك وتعالى وكيف تتعاطى مع ربك، نحن هذا الشيء شأن خاص بك. وبدنا نتعامل نحن مع بعضنا بشكل إنسان، بدنا نتعامل مع بعضنا بشكل جار. انا كنت في منطقة أنا تعلمت في بداية دراستي ذهبت إلى الراهبات، تعلمت بالراهبات. مرة أخذونا على كنيسة وصاروا يعملوا مثل ما هن يعملوا نحن نعمل. لما جيت على البيت قلت للأهل أنه اليوم أخذونا على كنيسة، مبسوط أنه أنا شفت كنيسة. يعني رحت على كنيسة قال لي بي وما علق خلصي. طيب أنا ما صرت أنا مسيحي يعني إذا رحت على الكنيسة؟ بس مش معناتها أنا روح بدي يصير أنا أتقيد بالتعاليم أو أنا بدي أدعي. نحن خلينا كل واحد يعبد ربه كما يحب وكما يريد، وخلينا نتعامل مع بعضنا، خلينا نفصل العلاقة. يعني أنا اليوم قاعد أنا وياك ما فيني أنا أقوم وأهجم عليك أو تهجم علي لأنك من غير ملتي أو أهجم على رجل أو حدد الناس أو امرأة مثلاً غير ملتزمة بالدين. والله أنا بدي أعتبرها أنه هذه إنسانة منحرفة أو إنسانة يجب أن تذهب إلى النار. لا، لعل تكون من أنا إنساني لأحكم على الآخر. ما أنا مين أنا؟ إنما أنت مذكر يا محمد صلوات الله وسلامه، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إن إلينا إيابهم. هن بكرة بيجوا لعنا وإن علينا حساب نحن من حاسبهم. أنا بشوف امرأة غير ملتزمة بالدين بقول هيدي خلاص على النار وبدير وجهي هيك وبعملها بإيدي هيك. أنت مين دخلك؟ أنت عليك أنك تأمرها إذا شفتها. لذلك نحن إذا بدنا نرجع نطلع من هيدا المستوى لابد لنا أن نعود إلى
المعاملات. أنت ما دخلك بديني، ما دخل، هيدي حرية بسموها، حرية شخصية. أنت بدك تتدخل فيي بصلي هيك والله بصلي هيك والله بصلي هيك والله بروح على الكنيسة بصلي هيك، أنت ما إلك دخل معي. أنت عليك أنك كيف تتعامل معي كجار، تتعامل معي كشريك، تتعامل معي كمواطن، تتعامل معي كشريك في الوطن حتى نحافظ على الوجود الوطني. للأسف نحن ما عندنا ولاء وطني، يعني نحن قليلين اللي عندهم ولاء وطني. نحن عندنا بشكل عام الولاء للحزب وللقاول المسؤول وللسياسي ولغيره، وهذا للأسف يحتاج إلى تربية أيضا ويحتاج إلى متابعة. نعم، على كل حال شكرا لهذه الزوادة اللي بنحملها معنا للسنة الجديدة، بعيدك سامحتك وعلى أمل نحن منعيدكم كمان هيك يحمل هيك أول أيام السنة الجديدة الخير على كل الأصعدة لكل اللبنانيين. منقول يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد، أن لا يعيد علينا الآلام والوباء والبلاء كما مر في العام 2020، وإن شاء الله تكون 2021. وأنا بدي أشير كمان أيضا لنقطة أخيرة. تفضل شريف. إنه ما يقوله هؤلاء الذين ينجمون والبصارين والسحارين والشعوذية، يجب علينا أن لا نعتمد عليه، لأن الله يمحو ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. نحن علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بالسؤال العافية ونسأله أن يدفع عنا، والله يغير الأحوال إلى أحسن الحال إن شاء الله تبارك وتعالى. تنعاد عليكم على جميع المشاهدين، وإن شاء الله بتكون نهاية عام سعيدة على الجميع وعليكم وعلى كل أسرة البرنامج. علينا وعليك سماحة العلامة الشيخ محمد حسين الحاج، شرفتنا. شكرا لكم. وينعاد عليك بالصحة والعافية حبيبنا، الله يبارك. شكرا لك. شكرا لحضرتك. مشاهدينا مع هاللقاء منكون وصلنا لختام صبحيتنا. أكيد تابعوا سهرة راس السنة عبر شاشة تلفزيون لبنان ابتداء من الساعة 8 المساء. بعيدكم، خلينا نزيد من إنسانيتنا بهذه الفترة، نزيد من أدين احنا إنسان أفضل لحتى نطوي صفحة جديدة وننطلق بالعام 2021 لعسى يكون خير علينا جميعا. هابي نيو يير، ينعاد عليكم جميعا، إلى اللقاء.